والحقيقة ما أجمل أنه يتعلق قلب المسلم بالمسجد. المسجد هو رمز الدين الإسلامي الحنيف، والدين الإسلامي لا شك هو منهج حياة، ولذلك المساجد هي ليست دور فقط للعبادة فقط، إنما هي مدرسة. فأنا أجزل الشكر للأخوة أنهم نظموا هذا اللي في التجمع الطيب. إحنا العمانيين بشكل خاص الحقيقة يعني تاريخنا يحكي وحاضرنا يشهد أنه علاقتنا وثيقة جدا بالمساجد، وأن لم نتخذ المساجد دور عبادة فقط، إنما كانت المساجد محاضن للتربية ومراكز للفكر الإسلامي. وكم خرجت المساجد من الأدباء والعلماء والفقهاء والكتاب، ولا شك أنه يكاد جميع مساجد وجوامع السلطنة أو عمان كما كانت تسمى آنذاك أو قبل ذا منذ فجر الإسلام، هي يعني مصدر حقيقي للمفكرين. وإحنا نستشهد الآن بمساجد وجوامع نزوة، كم خرجت من العلماء وكم خرجت من الأدباء وكم خرجت، فذاك جابر بن زيد وذاك الوارث بن كعب وذاك البشير بن المنذر، والأعداد يكاد أنها لا, 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 لا تحصى في الذاكرة الآن. ولكن الحقيقة التاريخ يشهد بأن إحنا كعمانيين مرتبطين ارتباط وثيق بهذا المسجد، ونتعامل مع المسجد مؤمنين بأنه ليس دار فقط للعبادة، إنما هو دار لتنظيم الحياة. من هنا الانطلاقة تأتي من المساجد لتنظيم الحياة كسلوك كتعامل كنظام. فجزاكم الله خير أن نظمتم، أن أحييتم هذه السنة، سنة تبادل المعرفة والعلم وضبط السلوك في مساجد الله تعالى في بيوت الله. وكما أسلفت، هذا ليس غريب علينا إحنا كعمانيين، هذا منذ الأزل، منذ فجر الإسلام تعلقت قلوبنا إحنا العمانيين بالمساجد. والتاريخ كما أسلفت خير شاهد على ذلك، والحاضر كذلك يشهد على هذا الأمر. بل إنه هذا التجمع يشهد على أن إحنا كعمانيين لنا خصوصية في تعاملنا مع بيوت الله عز وجل. وكل الجوامع الآن اللي تنشأ قلما تجد يعني جوامع يعني تتخذ فقط أو مساجد للعبادة فحسب، وإنما يعني كثير ما نرى حلقات العلم ما فقط في الجوانب الدينية، إنما تتوسع إلى جوانب أحياناً علمية ومعرفية. وهذا حقيقة يؤكد أننا نتعامل مع الدين بأنه منهج حياة، وهو كذلك. أنا حقيقة يعني ما أرى نفسي أني أنا أهل لتقديم محاضرة أو شيء كما طلبوا الإخوان، لكن إحنا نقول جايين اليوم نسولف يعني على طبيعة نحن العمانيين، ونتبادل بعض المعرفة في جوانب حديثة أصبحت تحتاج حقيقة إلى أن إحنا نتحدث فيها، أصبحت تحتاج إلى أن جميعا نتحدث فيها ونرفع مستوى الوعي فيما بيننا في هذه الجوانب، وننقل هذا الأمر وهذا الوعي للنشأ وللأجيال الحديثة القادمة إن شاء الله تعالى.